تعرضت عدة أجزاء من قطاع غزة لغارات جوية إسرائيلية يوم السبت، ووفقا لما أفادته قناة الجزيرة أسفرت الهجمات عن مقتل 59 فلسطينيا على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في اليوم نفسه إن قواته استهدفت البنية التحتية العسكرية وأيضا الأفراد التابعين لحماس في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، وأضاف أن القوة الجوية الإسرائيلية قتلت أحد مقاتلي حماس كان يشارك في تصنيع الأسلحة. كما دمرت القوات الإسرائيلية نفقا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن جانبها نشرت كتائب والقسام وهي جناح مسلح تابع لحركة حماس، نشرت شريط فيديو يوم السبت قالت فيه إن مسلحيها شنوا هجمات على جنود إسرائيليين وأهداف أخرى في قطاع غزة.